السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم، معكم أحمد صالح بلقاء جديد في برنامج باور بوينت. بلقاء اليوم رح نتكلم كيف ممكن نحن نطلع محتوى أو أكثر من محتوى لأكثر من شريحة على مقطع فيديو، بحيث يكون مقطع الفيديو هو عبارة عن باك جراوند أو خلفية لمتغيرات الشرائح. فكيف فينا نحن نعرض هذا المحتوى وتغيرات الأشكال والتأثيرات الحركية لهذه الأشكال والنصوص ومحتوى الشرائح بالعموم، وتكون الخلفية هو مقطع فيديو واحد عندي. كيف ممكن احنا نعمل هاي التأثيرات ونطلع شيء جميل وجذاب للغاية في برنامجنا الباوربوينت؟ هذه اللي رح يكون محتوى لقائي معكم اليوم. قبل ما نبدأ أحباب القلب بهذا اللقاء، أطلب منكم حبا وفضلا ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وأتمنى منكم زيارتكم على قناة حكاية شغف ودعمي على قناة حكاية شغف. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. بعد ما فتحت برنامج الباوربوينت وقمت بإعداد بعض الشرائح تتضمن نصوص، مثل ما أنا شايفين الشريحة الأولى تتضمن عبارة عن نصوص، الشريحة الثانية فيها عبارة عن صوريات وأشكال، ونفس الشيء الشريحة الثالثة والشريحة الرابعة. كيف ممكن أنا أبدأ بوضع خلفية واحدة لكل هدول الشرائح؟ لكن هي عبارة عن خدعة رح نقدمها للناظرين، بمعنى رح يتم عرض كل هذه المكونات على فيديو واحد، لكن الفكرة أنه نحن رح نجمع كل هذه المكونات بشريحة واحدة فقط لا غير. كيف ممكن نحن نبدأ بإنجازها؟ خليني أرجع إلى الشريحة رقم واحد، وعندي هدول الأشكال. رح أضغط Ctrl زائد A من الكيبورد تحديد الكل، وبنختار Ctrl زائد G تجميع، أو أني أنقر باليمين وبختار تجميع ومن ثم تجميع. تمام، راح اتوجه الآن إلى قائمة تنسيق ومنفعل جزء التحديد. المجموعة الأولى هاي راح نسميها تسمية معينة بتدل عليها، وليكن على سبيل المثال خلنا نسميها شريحة واحد. تمام، طيب هذه مكونات شريحة واحد. بروح إلى شريحة رقم اثنين، نفس المبدأ، بختار Ctrl زائد A تحديد الكل، وأنقر باليمين وبختار تجميع لكل هذه الكائنات. في جزء التحديد بسمي الجروب كامل أو المجموعة كاملة شريحة رقم اثنين، شريحة رقم اثنين، وبتوجه إلى الشريحة رقم ثلاثة، نفس المبدأ، بختار Ctrl زائد A ومن ثم Ctrl زائد G حتى نعمل جروب كامل، ونفس المبدأ رح نسميها هون شريحة رقم ثلاثة، شريحة رقم ثلاثة. نفس المبدأ نتوجه إلى الشريحة رقم أربعة، Ctrl زائد A ومن ثم Ctrl زائد G، ونعمل إعادة تسمية ونسميها محتوى الشريحة رقم أربعة. تمام يا أصدقاء، الآن رح أتوجه إلى الشريحة رقم واحد، أنقر باليمين وبختار شريحة جديدة وبسحب للبداية. تمام، طيب الآن أنا محتاج أني أنا أبدأ بوضع الانيميشن والحركات لكل هدول الأشكال، لكن كونوا عندي بشو؟ بشريحة واحدة. يعني رح أجي إلى الشريحة رقم اثنين وبختار هذا الجروب كامل Ctrl زائد X، نعمل قص وبلصقه بالشريحة رقم واحد يلي رح نضع فيها الفيديو. نفس الشيء الشريحة رقم ثلاثة، كمان بختار الجروب كامل Ctrl زائد X، كمان بعطي لصق بالشريحة رقم واحد. ونفس الشيء بالشريحة رقم أربعة، كمان بأخذ الجروب كامل Ctrl زائد X، وبرجع على الشريحة رقم واحد وCtrl زائد V. وأخيرا الشريحة رقم خمسة، كمان بنختار الجروب كامل Ctrl زائد X، ونجي إلى الشريحة رقم واحد Ctrl زائد V. الشرائح رح حددهم كاملات، وأقوم بحذف كل هذه الشرائح، وما رح يضل عندي غير شريحة واحدة فقط لا غير. خليني أسكر الأسهم يلي هون. تمام، سكرناهم كاملات، فبشوف عندي شريحة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذه هي محتوياتها ظهرت عندي بجزء التحديد. طبعا مفتاح العين لما أنا أنقر عليه لحتى يتم الإغلاق أو يتم الإخفاء. تمام، بهذا الشكل أقوم بإخفاء وإظهار أي جزء أنا محتاجه. فلهيك الآن رح نظهر فقط الشريحة أو محتوى الشريحة رقم واحد، اللي هو الجروب المختص بعرض محتوى الشريحة رقم واحد. رح نبدأ بوضع تأثيرات حركية على هذا الجروب، فمتوجه إلى حركات، وخلني أختار تأثير وليكن عندي على سبيل المثال عائم للداخل. عندي من خيارات التأثير بنختار عائم للأسفل،
ليكون معي العرض بهذا الشكل بالضبط، ومنفعل جزء الحركة لحتى يكون الأمر كمان واضح لألنا بجزء الحركة. برجع بحدد مرة تانية على جروب كامل، وبنختار إضافة حركة، وبنختار لألو تأثير خروج، ورح نختار عائم للخارج. الآن إحنا لو شغلنا العرض التقديمي رح يكون معنا بهذا الشكل، لما رح أنكر رح يتم استدعاء المحتوى كامل، ولما رح أنكر مرة تانية رح يتم خروجه. الآن خلني أتوجه إلى أدراج، ومن فيديو راح اختار فيديو من هذا الجهاز. راح اترككم في صندوق الوصف رابط لتحميل فيديوهات بدقة عالية. اختار الفيديو وانقر على مفتاح الادراج. طبعا بامكانك تصغير وتكبير الفيديو لحتى يكون معك على قدر مساحة الشريحة بالضبط. راح انقر باليمين ونختار نقل الى الخلفية. راح انقر باليمين وبختار تنسيق الفيديو. طيب بحال كان الفيديو ألوانه كاشفة عندك، ألوانه كاشفة وصار في عندي يعني عدم وضوح للنصوص والأشكال الموجودة، بإمكانك أنك تقلل السطوع الخاص بالفيديو لحتى تعطي شوي من العتامة ليبرز معاك المحتوى للشرائح، سواء كان أشكال أو سواء كان نصوص. الآن لحتى يشتغل معاي الفيديو من بعد يبدأ معاي النص مباشرة، طيب أنا كيف ممكن أني أنا أشتغله؟ أول شيء راح أنقر على الفيديو مثل ما أنا شايفين، وبتوجه إلى خيارات التشغيل، وبنجعل التشغيل عندي يا تلقائي، وبنفعل التكرار حتى الإيقاف إذا كان الفيديو اللي أنت مختاره قصير وعندك المحتوى للشرائح ممتد على أكثر من المدة الزمنية المختصة أو الخاصة بالفيديو، فلحتى يبقى يعمل تكرار طالما أنت موجود بالشريحة. تمام، رح نجي لهذا المكان في جزء الحركة. تمام، جزء الحركة رح أنقر الخيار الخاص بتشغيل الفيديو إلى أول تأثير بحيث أنه هو يبدأ أول شيء، وبتوجه إلى حركات ونختار يكون عندي مع السابق. الآن نحن لو شغلنا رح يشتغل معي الفيديو تلقائيا، ولما رح أحرك بعجلة الماوس وليس بالنقر، بعجلة الماوس رح يبدأ مثل ما شايفين المحتوى بالظهور، ولما أنا أحرك عجلة الماوس مرة تانية طبعا أو المسطرة أو سهم للأسفل نفس المبدأ رح يتم عرض التأثير الثاني، ولما رح أقلب مرة تانية بعجلة الماوس رح أشوف أنه هو انتهى لأنه أنا ما ضل عندي شو أي محتوى يمكن إظهاره. الآن رح نحدد على الجروب يلي نحن أخذنا له التأثيرات الخاصة بالحركة، وبنقر على ناسخ الحركة. ناسخ الحركة رح نفعل محتوى الشريحة رقم 2 مثل ما أنا شايفين، وبنقر على الجروب اللي هو الخاص بالشريحة رقم 2 نفس المبدأ، برجع باخد ناسخ الحركة وبنظهر محتوى الشريحة رقم 3، وأيضا بنقر على محتوى الشريحة رقم 3 نفس المبدأ، بنختار ناسخ الحركة وبنفعل المحتوى الأخير للشريحة رقم 4، وكمان رح نضيف التأثيرات عليها بالنقر لمرة واحدة. الآن احنا لو شغلنا العرض التقديمي أصبح عندي الآن فيديو يشتغل معي تلقائيا، ولو حركت عجلة الماوس رح نشاهد ما يلي. هذا محتوى الشريحة الأولى، بعد منها رح يعطيني إخفاء، ومن ثم إظهار المحتوى الشريحة رقم 2، ومن ثم إخفاء، ومن ثم محتوى الشريحة رقم 3، ومن ثم إخفاء، ومن ثم محتوى الشريحة رقم 4، ومن ثم إخفاء، ومنشاهد أنه عمالي بيتم إعادة تشغيل الفيديو مرة تانية نفس المبدأ. إذا رجعت أنا بالسكرول للخلف رح يتم عرض المحتويات للشرائح السابقة، وإذا حبيت يرجع يظهر لي إياهم برجع بتقدم سواء بالسبيس يعني مفتاح المسطرة أو سهم للأسفل مثل ما أنا شايفين أو الماوس سكرول وهذه طريقة جميلة جدا جدا لعرض أفكارنا ضمن تصميمات شرائحنا في الباوربوينت، كيف تكون الخلفية متحركة لشرائح الباوربوينت. أتمنى إن شاء الله أكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد، فتكرما ما تنسونا من دعمكم وتفاعلكم لحتى نقدم لكم المزيد. ألقاكم على خير ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.